الخير، صباح الجمال، صباح الحب على كل المشاهدين ومتابعين برنامج الشاي الاخضر. وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت، والنهارده محضرين ليكم فقرات مميزه جدا. ازيك يا رشا؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. النهارده اول فقره معانا هتكون معانا مصممه الانتيكات والتحف فاطمه ابو جبل، عامله لنا تحف فنيه راقيه راقيه جدا من صنع ايديها. واخر فقره هتكون معانا خبيره في مجال الفضه نسمة عبد الوهاب، هتعرض لنا كوليكشن وتعرفنا ازاي نفرق بين انواع الفضه وازاي نهتم بيها. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. كل بيت بيحب يجدد في ديكور بيته، او كل ست بتحب تجدد في ديكور بيتها، وبتشتري تحف وانتيكات غاليه جدا وباسعار عاليه جدا، وممكن تكون جودتها قليله جدا. بس احنا النهارده معانا حاله فريده من نوعها ومميزه في شغلها. معانا فنانه من تراث خاص، معانا الاستاذه فاطمه ابو جبل اللي عملنا الشغل التحفه ده، انتيكات وديكورات حلوه جدا تزين بيها البيت المصري ويبقى شيك جدا. اهلا بيك استاذه فاطمه. اهلا بيك يا حبيبتي، منورانا النهارده. يا رب يخليك. اهلا بيك يا فاطمه، منورانا. اهلا. الكوليكشن جميل قوي. عايزين نبتدي اول حاجه، عرفينا انت ابتديتي ازاي شغلك؟ بصي، هو انا فكره ان انا بدات شغل هي كانت افكار انا كنت يعني بصي بتجيني فكره بنفذها. بس لكن انا بداته كشغل وحرفيه وانا هشتغل ده، لا بصراحه هي فكره بوصلتني من فكره لفكره يعني. فكل ما يجيني موضوع او فكره ابدا انفذها فانفذها تمام يعني. انا كل يعني وقتي كنت بعمل الحاجه دي لنفسي، لبيتي، اعمل الحاجات دي، اهادي اصحابي يعني، في هذا النطاق يعني. انت مش واخداها كبزنس؟ لا لا لا. انت موهبه كده وتحبي تجددي في بيتك وخلاص، زي اي ست مصريه بتحب تشتغل. بقى من الكلام بقى، من كل ما بهادي حد او اعمل حاجه الاقي تشجيع اكبر. فكان كتير مني بيزعل، بيقولي ليه الحاجه دي ما بتطلعش للنور، ليه ما شغلك ده ما يبانش يعني. فبدات احاول شويه شويه ناخد خطوه. يعني البداية كانت دراسة ولا كانت موهبة؟ لا هي لا مش دراسة، يعني هي كانت موهبة. حضرتك خريجة ايه؟ انا خريجة حقوق. اه يعني ملهاش علاقة خالص بالشغل. يعني حضرتك كنت الأول بتنفذي حاجات في البيت بس وانت قاعدة؟ لنفسي. أصحابك أعجبوا بالحاجات و بالظبط كده. كنت بتبيعي لهم ولا كنت بتهديهم؟ لا لا هديهم طبعا. انا ما فيش اي نوع من البيزنس خالص خالص، لا محبة. طب بدأنا بقى البيزنس امتى؟ يعني بدأنا من خطوة قبل ما نيجي، قبل ما تجي لك هنا بدأنا الخطوات. هذه أول خطوة ليكي؟ هذه أول خطوة. لا قبل ما تجي لك كانت بدأت يعني كم ترتيبات لبداية البزنس ده. طب الأفكار بقى بتجيلك منين؟ بصي هقول لك على حاجة، يعني أنا ممكن تجيني فكرة أبدأ في الموضوع في التابلو أو الباكج لحاجة معينة، وتجيني في نفس الوقت فكرة لحاجة تانية فأبدأ فيها. محض الصدفة. على فكرة يعني شوفي، أنا عندي الصينية دي تتحط على بوفيه أو بايو أو كونسولو، ويتحط عليها شمدان الكريستال، لطيفة جدا. ما كنتش رايحة في بالي إن أنا أعمل ديزاين ده. لا أنا هعمل حاجة، بس بدأت شوية أرتب أفكاري لحد ما طلعت، وبتبقى لطيفه جدا جدا في لما بتحطيها على حاجه كده زي كونسول او باي. طب احنا عايزين بقى نعرف شويه تفاصيل كده عن شغلك. بتجيبي الخامات الحلوه دي منين؟ كل قطعه اكيد ليها خامه معينه، بتجيبي الخامه منين؟ بصي هو في حاجه طبعا دي اكيد اسرار مهنه، بس يعني انا عايزه اقول لك، يعني بصي هو في حاجات بجيبها من هنا طبعا مصري، وفي حاجات بجيبها من بره. بس كل قطعه يعني ورق الشجر دوت بتشتريه بالواحده مثلا وتلزقيه ويتركب. القماشه بتشديها بتتقفل. المقابض بقى
الايدين يعني. الايدين والرجلين دول برضو ببعت اجيبهم برضو بيبقوا سوا زي دول زي الصينيه الاسود برضو الاثنين طقم مع بعضه نفس دي مع البوكس مع الباكج ده يعني. هو رقم التليفون دلوقتي يا رشا نزل على الشاشه, ولينك البيج بتاعتك التواصل بقى, ويبقى بدايه مشروع كبير ان شاء الله. غريبه جدا ان يعني ست مصريه موجوده في بيتها وتعمل حاجات حلوه جدا مختلفه كمان, و يعني اللي هي لا انا مش هبيعها, انا بهدي بيها يعني. اكيد بتكلفك كتير وبتاخد من وقتك كتير كمان. بتاخد من وقتي كتير جدا على فكره. يعني انا ممكن حاجه تاخد معايا شهر اتنين. ليه؟ انا ما بشتغلش غير لما يكون ليا بالي رايق وعايزه اشتغل بقى, ليا مزاج فعايزه اعمل الحاجه دي. لكن طول ما انا مشغوله او عندي مشاغل لا طبعا استحاله ان انا, طول ما انا مضغوطه استحاله ان انا اعمل اي حاجه. طب انت عندك مكان بتصنعي فيه حاجتك؟ عندي يعني ورشه صغيره كده في البيت عندي بتاعتي, يعني بفتح اشتغل فيها ودي تتقفل بقى ماشي محدش يدخلها. يعني عندك مكان صغير بتصنعي فيه الحاجات بتاعتك. طب قولي لنا ايه اصعب قطعه عملتيها واخدت منك وقت طويل؟ يعني أقول ايه اصعب القطع اللي انت عملتيها؟ بصي كل واحده فيها ليها حكايه. يعني الصينيه دي ما كانتش هتطلع كده مع الفكره بقت بالمنظر ده. يعني انت ممكن تكوني عندك فكره ان انت هتطلعيها بشكل معين وانت جايه بتشتغلي بتطلع بشكل تاني خالص؟ اصمم شكل تاني بجد؟ يعني بجد والله. ما بتزعليش ولا لا؟ بالعكس, انا بلاقي ان انا عملت التصميم الاحلى اللي من اجمل من اللي انا كنت متخيله. يعني هو بيطلع احلى. طبعا. طب يعني انا بعمل حاجه بقول ليه طيب, يعني ممكن يعني انا الصينيه دي تعبت فيها جدا. طب انا عايزه اكلمك عن حاجه. انت مثلا جيتي تعملي شكل وما تمش معاكي او خد وقت طويل او ما طلعش بالشكل اللي انت عايزاه, بتجدديه لطريقه لحاجه تانية مش في دماغك اصلا بس بتديكي النتيجه اللي انت عايزاها؟ في حاجات بيحصل كده, وفي لو مثلا انا بشتغل في حاجه وحصل فيها دفو صغير ممكن اداوي الدفو ده بشغل يكلفني مجهود اكتر اكتر, وممكن يتلغي كل الشغل ده, ممكن كل ده يتكنسل ويتعمل جديد. طب شويه وهنشوف الصور بتاعتك. الصور بقى هتتعرض معانا على الشاشه. بس كلمينا في البدايه بقى عن المصليات الجميله وعلبه المصحف. احنا بس عايزين نعرف امنيه ايه انواع الطبلات؟ يعني انا مثلا لما اجي اشتري قطعه من دي ابقى فاهمه مثلا القطعه دي ايه, يعني اسمها ايه؟ او بصي انا بميل للحاجات الستيل اكتر. انا بميل ما هو واضح الحاجات الستيل جدا, لان هي فعلا الستيل مهما ما الحاجه اتجددت المودرن طلع الستيل موضه ما بتقدمش. انا بالنسبه لي ما بتقدمش خالص. انا بسميه طابلو القصر يعني اي فعلا. اي مكان انت لمجرد ان يبقى عندك صالون تحطي فيه طابلوهات انت خليتي المكان ده زي القصر. مكان وتقدري تجددي في الصالون بتاعك. شوفي انت لو عندك صالون بلون معين تقدري يعني ننفذ عليه تابلو, مفارش, بوكسات, ركنات, كل ده بيبقى يعني ماشي مع الصالون بالظبط. طب كلمينا عن فكرة المصليات الأول بعد كده ننتقل بقى. بص يا ستي, فكرة المصليات المصلية اللي عندك دي كانت كانت في واحدة صاحبتي وكنت عايزة هديها. هي كانت حد كبير فما كنتش عارفة هديها ايه, ففي كل ما احنا ممكن نظهرها للكاميرا عشان على فكرة معاها كفر مصحف برضو. فقلت ليه طيب ما تبقاش في حاجة لطيفة. لقيت الحاجات الموجودة كلها كده يعني واضحه شويه. واضحه لازم تبان برضو, لازم القيمه الفنيه الرائعه دي تظهر. بصي المقاسات والتفاصيل الصغيره دي مزعجه جدا, متعبه جدا جدا بشكل تتخيل. دول بقى عملتهم عشان بنت اختي, عشان سوري بنتك عروسه. ففكرت ان انا اعمل لها حاجه اشيلها لها. جميلة. فجتني دي قلت طب ليه ما بنعملش مصليات عروسة تبقى زي فستان الفرح. ممكن تبيني المصحف برضو قدام الكاميرا المصحف. عشان يبان اكتر. مصحف وسبحة. السبحة لفيه شوية كمان. لا لفيه شوية كمان كده. ايوه عشان يظهر في الكاميرا اكتر. رائع. هو جميل جدا. انت اللي جايبه اللوحه اللي مكتوب عليها القران الكريم ولازقها. صممتها وخليته ينفذها لي. الخامات دي بقى اسمها ايه؟ يعني
الخامات مثلا دي جلد، ده شموع، ده فرو، اللي عندك برضو دي نوع من انواع الشموع. طب لما بتيجي تشتري حاجتك وخاماتك بيبقى صعب عليكي مثلا، بيبقى مثلا في دماغك حاجه معينه، قماشه معينه؟ بصي اقول لك على حاجه، انا ممكن اجيب خامه مش بتاعه الحاجه دي وبتركبيها عليها وتبقى غاليه، مش المفترض للحاجه دي. يعني انت لو تبصي للمصليه دي انا متفنشه بدونتيل، ملهاش علاقه بدونتيل، بس انا حبيت ان تبقى كلها يعني كده، تبقى قيمه يعني. بس طب بالنسبه للتابلو عشان برضه يظهر اكتر، هم هينزلوا على الشاشه ده، هي القماشه كده ولا مشغول ولا لا لا، هي هو التابلو ده الرسمه دي كده تمام، وانا عملت لها الفريم، شغلتها يعني طلعتها بالشكل اللي انت شايفاه. يعني هي قماشه وفيها دي، لا ده الخلفيه دي، الخلفيه لا هو ظهرت على الشاشه لوحدها. الاقوى دي الاصل بتاع التابلو. يعني عايزه اسالك، عايزه اقول لك ان انا دي القماشه الجبلان اللي جوه تمام. الشموع ده هو ده التابلو، وبعدين بيبدا عليه الشغل بعد كده. يعني انت بتعملي التابلو من 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 اي تو زد، يعني من كل حاجه لحد الفريم اللي هو الخشب ده طبعا. بتصنعيه بنفسك؟ لا مش بصنعه بنفسي، انا بروح يعني عندي حد بيظبط لي المقاسات، انا اقول اختار الموديلات. يعني انت بتتعاملي مع مكان تاني بيظبط لك بس مجرد الخشب ده؟ لا الخشب بس الديزاينر انت بقى اللي بصمم طبعا. بصمم واقول له المقاسات والالوان وكل حاجه. طب اول قطعه فكرت ان انت تعمليها كانت ايه؟ خدت منك وقت قد ايه وطلعت ازاي زي ما انت متخيله ولا لا؟ ما انا بقول لك اول قطعه، لا اول قطعه مش موجوده معايا. كانت ايه بقى؟ دي كنت هديتها. كانت برضو تابلو. كان هنعرض الصور تاني على الشاشه، بس كان بشكل يعني حاولت اجيب لك صورته بس ما ظبطش معايا. دي انا حبيتها على فكره. جميله. دي على فكره مجسمه برضو. يعني انت فاكره هي برضو خامه زي الكتان الخلفيه. والرسمه دي مجسمه، مع ان اللي يشوفها يحس انها مشغوله. ان هي رسمه ان هي مشغوله ولا تحس ان هي رسمه؟ لا ان هي مشغوله. لا هي انها رسمه اهو. في ناس بتحس كده وفي ناس بتشوف كده. انها كنت عايزه اجيبها على فكره بس ما كنتش فنشتها كلها. التابلو ده اللي معانا هنا، ده اللي معانا، انا بحبه جدا برضه. دي قماشه عاديه وده شغل عليها. ده شغل عليها. هو كله بيبقى مشدود والشغل ببدا عليه بقى. طب الشغل ده انت لازقاه ولا؟ انا عايزه افهم بس انت عامله ورد مثلا او شجره وفي خلفيه ساده. الشغل دوت بيتلزق. بصي في حاجات بتتلزق، في حاجات بتتركب، وحاجات بتتخيط. بتتثبت. بصي كل حاجه بتتثبت بطريقتها. بالطريقه اللي انت الصينيه الصواني ده بتاع الباكج ده ومعاه مفارش. بس ما جبتهاش بصراحه. يعني انت بتطلعي الحاجه بتعملي زي باكج مع بعض لعروسه بقى لاي حد. انت لما تاخدي اي حد ياخده. طب انت لما بيجي لك حد مثلا عايز يدي هديه او ياخد منك قطعه يهادي بيها اي حد عزيز عليه، بتقدري ان انت تساعديه في اختيار القطعه؟ طبعا. بتختاري يعني بتتواصلي معاه ازاي عشان اختيار القطعه؟ بصي يعني مثلا انا صاحباتي لما بتبقى واحده بتشطب مكان عندها فيلا او شقه، فبتقولي بصي انا عندي صالون، عندي المكان ده هعمله ايه، اعمل فيه ايه، احط فيه ايه، فانت بتقترحي عليها. لا طيب احنا هنعمل واحد اتنين ونركب هنا ونجيب ده ونصمم بقى مجموعه تناسب المكان. فحتى لو كان صالونها قديم فبصوا بتلاقي الدنيا اتغيرت تماما. انت طعمتيها بحاجه مميزه فلازم تظبط. فيعني كلميني على العلبه دي الاسود ده. الاسود ده بصي هو والبوكس التاني تمام. عملت الصينيه دي زي برضو تحط على ترابيزه، تحطي فيها ورود، عايزه تحطي فيها حاجات مهمه، هي متبطنه برضو ستان من جوه. البوكس برضو الطويل ده برضو ركنه ممكن تحطي فيه ورود عاليه. يعني في ناس كتير بتستعمل. حاولي تزرع الكاميرا عشان تبان اكتر.
هو الاستريتش بس يمكن مش موضحه. لا انا ممكن اشيله لو في التصوير. هي ظهر مش لازم، هي باينه، هي تبان دي ليها بوكس معاها. هي دي ايه اصلا؟ دي بصي زي عارفه لما يبقى عندك، بصي اغلبيه الحاجات دي للبوفيه للركنات. لما يبقى عندك ترابيزه في ركنه وتحطي دي على الترابيزه وتحطي فيها حاجات في ورود اللي هي جواها كريستالات دي، بتبقى لطيفه جدا لما تبقى جواها حتى لو حاجتين مش كتير. البوكس الثاني ده برضو هو ده ما قدرتش اركب له الرجلين بصراحه. هو بيركب له الرجلين زي الاسود اللي تحت ده، هتلاقي زي الصينيه اللي برضو هنا بتاعتي. ممكن تظهر الصينيه من كل اتجاهات عشان تبان اكتر ويبان التكنيك بتاع الشغل. يعني ده الرجلين بتاعتها ومتفنشه حلو جدا، حلو جدا، مفيهاش ديفو، كل حاجه متداريه. انا بقول لك ايه، لو هي فيها ديفو كل ده هيتشال. حلو جدا، كنت الغيه اصلا. طيب عشان بس وقتنا قرب يخلص، قولي لنا بقى كده بتسوقي لشغلك ازاي؟ عن طريق ايه؟ بصي انا بقول لك ان هي كانت هوايه، يعني كان انا اللي حصل ان الموضوع جه كده، مش فلسه موضوع التسويق ده يعني عن طريق البيج بتاعتي يعني اونلاين، ذا توب جالري. ذا توب جالري، فهي دي اللي بعلن عنها، بنزل كل التابلوهات اللي بعملها والشغل اللي بينزل فيها كله جديد. ولسه في كولكشن جديد بعمله برضو لسه ما نزلتوش، بس ما قدرتش اصوره لك. مره جت معانا في كولكشن، لا هيعجبك جدا ان شاء الله. طيب انت عشان تطلعي تصميم مميز زي ما قلتي بتاخدي وقت وبتتعبي فيه جدا، بس انت في البدايه ازاي بتوظفي الفكره؟ يعني انت بتقولي انا عايزه اعمل ايه مثلا، او انا عايزه اطلع الشكل ده، فبتبتدي ازاي من بدايه ما مسكتي الخامات، او من بدايه ما فكرتي لحد ما مسكتي الخامات لحد ما طلعت الشكل؟ ايه الافكار اللي بتجيلك؟ يعني ايه بصي فاهمينا بتعاني ازاي في الموضوع ده؟ لا فكره بعاني على فكره، ممكن اجيب حاجه مش لحاق ليها وتطلع مش مناسبه فاستعملها في حاجه تانية خالص. بس فبصي يعني مثلا انا اول ما ببدا اجيب بختار الباك جراوند في الاول عشان ابقى عامله خلفيه مميزه. تمام. يعني انا عجبتني الخلفيه اللي عندك في الاقوى دي في الطبلات الصغيره دي، حبيتها. طيب ممكن تقولي لنا اخر حاجه بقى عشان خلاص هنختم. ايه النصيحه اللي انت تقدري تقدميها لكل ست مصريه غير عامله وعندها موهبه؟ ايه النصيحه اللي انت تقدري تقوليها لها؟ انا احب اقولها يعني مفترض اي واحده، يعني بالعكس انا اتاخرت على نفسي كتير. لا يا ريت كل واحده عندها موهبه تحاول توضح نفسها وتوضح شغلها، وكل والنجاح بعد كده بيجي. بيتوالى، مش حتى لو تعبتي في البدايه بس اكيد بيجي. طبعا اكيد طبعا، مفيش تعب ما فيهوش نجاح اكيد. انت شرفتينا ونورتينا، وكان نفسنا يكون الوقت اكتر من كده، بس احنا ان شاء الله يعني تكوني معانا في حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله خلاص هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني بالفقره الثانيه. يا رب يخليك.